السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة فاصلة. عشان نحقق أحلامنا لازم يكون عندنا إصرار وعزيمة وإرادة وصبر، وعشان كده النهاردة جايبة لكم معانا نموذج من المرأة العاملة اللي حابة أو كانت أو بتحب دايما إن هي توصل لحلمها، ووصلت لحلمها بالفعل من لا شيء لي دايركتور رشا اسماعيل. اهلا بيك يا رشا. اهلا بيك يا ما، اهلا بيك حبيبتي. في البدايه كده يا رشا، كتير من مشاهدينا اكيد ما يعرفوش الالقاب الخاصه بشركتك، او بالاخص لقب دايركتور رشا. عرفيني اللقب ده ازاي حصلتي عليه ومن شركه ايه؟ انا بشتغل في شركه اوريفليم. تقدري تحصلي على اللقب دايركتور ده بتعملي 7 مستويات في اوريفليم، بعدين تعملي مستوى 21% تثبتي عليه 6 شهور تاخدي لقب دايركتور. تمام. طب احنا طبعا اكيد في حلقتنا النهارده زي ما متابعين صفحتنا عارفين ان احنا دايما لازم نقدم المراه باجمل صوره ليها، اللي هي المراه العامله اللي بتحب ان هي تحط ايديها في ايد جوزها وتشجعه، ولو مش متجوزه تحب تحقق احلامها. ازاي نديها الطاقه الايجابيه دي منك يا رشا؟ يعني ايه؟ ليه اخترتي اولا شغلتك دي؟ اخترت شغلتي دي اول حاجه، انا قبل شغلتي دي كنت اشتغلت شهر في شركه، بس ما عجبنيش نظام ان انا اروح بدري واجي الساعه 6 بالليل واجي من كتر التعب انام، فما حبيتش ان انا اكمل حياتي كده. لقيت اعلان على النت، حبيت ان انا استفسر عنه. حسيت ان الشركه دي ممكن تديني حاجات قوي من شغلي من البيت اقدر استفاد بيه بحاجات كتير قوي. تمام. طيب برضو هرجع تاني لنقطه شغلك. في ناس كتير فاكرين ان ممكن تكون شغله اوريفليم لا متعبه مرهقه، ومش فاهمين ان هم لو اشتغلوا فيها حتى لو اليوم كله قاعدين بيشتغلوا في اوريفليم يكفي ان هم قاعدين في بيتهم. قولي لي عن تجربتك في الشغلانه دي، وقولي لي ازاي بتشجعي الاعضاء عندك. اول حاجه بس هقولها لك، الناس بتقعد قد ايه على الموبايل؟ الناس بتقعد اوقات كتير جدا على الموبايل، فلما يجي لك شغل يقول لك هتقعدي على الموبايل بس هتاخدي عليه فلوس محترمه، شيكات، هدايا، اجهزه، فتقعدي على الموبايل بهدف ولا تقعدي على الموبايل من غير هدف؟ فانا حبيت اقعد على الموبايل واستغل وقتي في حاجات مفيده، ابقى وسط ولادي، اساعد نفسي اكبر واساعد غيري. الحمد لله معايا ناس تقبض مرتبات كويسه قوي، تقدر تصرف على بيت كامل، فان انا اساعد نفسي واساعد غيري بالنسبه لي حاجه بسطاني جدا. طيب انا لما من خلال زي ما بتقولي كده، لما بقعد على الفيسبوك فتره مثلا وبشوف الاعلانات او بشوف الفيديوهات الخاصه بشركه اوريفليم، بصراحه بنبهر وما بصدقش، وناس كتير من مشاهدينا بيكونوا برضو مش مصدقين زي كده. صح. كنموذج انت موجوده في المكان، هل الشيكات اللي بيحصل عليها وهل الحفلات والهدايا فعلا حقيقي؟ لو انت بتتابعي فعليا الفيسبوك، اكتر شركه بتقدر تعمل اعلانات مموله هي اوريفليم، فالاعلانات دي بيتصرف عليها الافات، فمحدش هيصرف على اعلانات مموله الافات لو هو ما بيقبضش او بيستفاد منها. فاحنا بنعمل الاعلانات دي عشان نقدر نجيب اعضاء نشتغل احنا وهم كمان، نساعدهم يكبروا ويوصلوا هم كمان للالافات دي. وحتى لما بنيجي نعمل اعلانات مموله بنحط شيكاتنا، بنحط مرتباتنا، لانه العضو الجديد بالذات بيبقى عاوز يشوف المصداقيه قدامه. فاحنا دورنا يعني في الفيديو بتاعي انا حاطه صور المرتبات وصور الحاجات دي، لانه انا دي من كذا سنه ما كنتش مصدقه، فقلت لنفسي طب ما ادخل اجرب، والحمد لله جربته وبشتغل من بيتي. بس طب بمناسبه الفيديو بتاعك انت، انا لقيت فيديوهات كتير جدا ما شاء الله الله اكبر عليكي على صفحتك. وبصي انا حبيت المهنه، يعني انا حبيت بجد والله العظيم، رغم ان انا لما كنت باجي اشوف حاجه زي كده اقول لا 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 صعب، فلما كلمتك وتعرفت عليكي ولقيت الموضوع فعلا حقيقي اتبسطت جدا. قلت ليه ما نقلش الصوره للمشاهدين، الناس البنات السيدات، طبعا في ظل الظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي كتير من الناس محتاج ان هو يشتغل. صح. وهو في بيته ومع اسرته. وبمناسبه الفيديوهات انا اخدت بس فيديو كده حابه بس اعرضه بعد اذنك يا استاذ محمد، عايزه الفيديو بتاع استاذه رشا. من خلال الفيديو ده هنشوف حاجه عن شغلك ونرجع برضو نتكلم عنها تاني عشان خاطر المشاهد او المشاهده. خلينا في السيدات لان انا حاسه ان انت بتنمي فكره السيدات اكتر ولا ايه؟ انا حديثا السيدات او البنات، انا حبيت الشغلانه دي وعايزه اي حد عنده حلم او هدف كست او بنت يقدر ان هو يتطور وينمو ويتعلم شغل اوريفليم ويوصل للالافات دي. طيب نشوف الفيديو ونرجع تاني. اتفضلي. اتفضلي يا سيدي.
انا دايركتور رشا من شركه اوري فليم، جاي في الفيديو ده عشان اقول لكم ان عضويه شهر 12 عضويه مجانيه، وكمان الشحن مجاني لو عملتي بس اوردر ب 200 جنيه. مش معنى ان عضويه اوري فليم الشهر ده عضويه مجانيه ان انا ادخل اسجل بياناتي وخلاص، لا، لو عايزه تسجلي عضويه اوري فليم يبقى عشان حاجتين. اول حاجه، لو عايزه تشتري منتجات بخصم العضويه وتستفادي بالخصومات والشحن والعضويه المجاني سجلي. لو عاوزه تعملي بيزنس من اوري فليم يديكي مرتبات شيكات الافات عربيات، تبتدي اول مشروع يديكي كل اللي انت عايزاه، ودي مرتبات الاعضاء بتوعي الحمد لله في الشجرة عندي، سجلي وهساعدك جدا، هدعمك وهدخلك في الجروبات الخاصة بتاعتي والتدريبات، وهدعم وهديك اعضاء، بس تكوني ملتزمة وتكوني عضو جاد. شكرا جدا يا بنات. وزي ما شفتوا معانا في الفيديو قد ايه هي بتدي طاقة ايجابية، بس محتاجين بقى شرح للكلام اللي هي قالته ده. يعني ايه عضوية مجانية؟ هل الشركة بتدي العضوية المجانية؟ أنا أسمع إن هي بفلوس. فعلا ساعات بيبقى العضوية ب 45 جنيه، وساعات العضوية بتبقى مجانية. الشهر ده في شهر 12 عضوية مجانية وشحن مجاني، فبتبقى أكتر فرص الناس بتدخل كتير جدا. عشان كده في الفيديو قايلة لو أنت جادة وعايزة تسجلي سجلي، لكن لو أنت داخلة بس عشان العضوية مجانية ومش هتعملي بيها حاجة فلا ما تسجليش. طب أنا عندي نقطة دلوقتي، أنا لو مسجلة مثلا مع حد من فتره مثلا، وحبيت ان انا لا الشخص ده، اصل انت بتقولي بالفيديو ان انت بتساعدي، هي شجره وانت بتبنيها او بتزرعيها، بتدي اعضائك بتخليهم او بتساعديهم ان هم يشتغلوا. تمام. طيب لو انا مسجله مع حد وحابه ان انا اسجل معاكي انت، هينفع ولا دي ما؟ لا للاسف دي بتبقى قوانين الشركه، اي عضو مسجل مع عضو لازم يعني يبقى معاه، ما ينفعش انت تروحي تسجلي مع حد تاني. غير لو حضرتك عضويتك سقطت، قعدتي سنه كامله عضويتك ما اشتغلتيش عليها، تقدري تحولي مع اي شخص تاني، بس للاسف قوانين الشركه تمنع الموضوع ده. طيب لو انا مثلا ان شاء الله حد اشتغل معاكي، مشاهدينا طبعا اللي نايمين وفاكرين ان الشغل وتحقيق الاحلام بتوصل لحد عندهم، انا جبتها لكم هو لحد عندكم. طبعا كل حاجه بايد ربنا، احنا سبب ان احنا نجيب استاذه رشا نموذج عشان خاطر اللي عايز يحقق حلم، اللي عايز يكمل او اللي عايز يبني حاجه ما يقعدش يقول لا انا هستنى، لا انا هشوف يجي لي شغل او يجي لي فلوس لحد بيتي، لا اسعى واشتغل، لازم يكون عندكم اصرار وعزيمه. صح. طيب يا استاذه رشا دلوقتي انا لو مسجله معاكي وزي ما قلنا كده ما ينفعش اسجل مع حد تاني، طب يفترض انا مسجله مع شخص ما، تمام، وانا مكمله، انا عايزه اشتغل، عايزه حد يديني طاقه ايجابيه، عايزه حد يساعدني، حبيت ان انا افصل منه في اي وقت، هل ينفع الغي ده من الشركه؟ اقول مثلا ان الدايركتور او المدير بتاعي مش حابه اكمل معاه وما استناش السنه دي، ولا ما ينفعش؟ لا برضو ما ينفعش. حتى لو حبيتي ان انت تسجلي باسم مامتك جوزك اختك برضو للاسف ما ينفعش، عضويتك تسقط تقدري تسجلي مع اي حد تاني. تمام. طيب لو انت بالنسبه لك لو مثلا لقيتي من مشاهدينا 10 20 30 40 عضو عايزين بالفعل يشتغلوا، يعني احنا مش حابين ان اي حد، اجرب كلمه اجرب دي، لا المواضيع ما اي شغل ما فيهوش تجربه، في ان انا داخله وعندي عزيمه ان انا هشتغل يبقى هشتغل. صح. اتصل بيكي 10 20 30 ايا كان العدد، مفتوح ان انت يبقى ليكي عدد مفتوح بالقبول العضويه، او لغايه اخر يوم في الشهر شغالين. بقدر اساعد اي حد، بقدر ادعمه، بقدر ادخله في جروب التدريبات بتاعي، كل حاجه بعمل لهم اجتماعات، بعمل لهم شرح. ما ينفعش ان انا ادخل عضو واقول له ادخل اشتغل مع نفسك، لا، دوري ان انا افهمك تسويق، دوري ان انا اعلمك كل حاجه تخص شغل اوريفليم. تمام. ايه هي المستويات اللي في الشركه؟ مستويات في الشركة هم 7 مستويات، تقدري تعمليهم من مستوى 3% لمستوى 21%، تثبتي على 21% 6 شهور تقدري تاخدي الشيك بتاعك، وبعدين بقى بتبداي ألقاب أوريفليم اللي هي بقى شيكات على كل لقب. طيب هل زي ما كده ما بنسمع، طبعا أي حد خارج الموضوع ما بيبقاش فاهم زي اللي جوه الموضوع. طبعا ناس كتير تقول إن شغل أوريفليم أو أيا كان ما شبه الشركات دي، تمام، انا لما باجي اشتغل لما اسوق المنتجات بتاعتهم باخد نقاط بس، ولا بيبقى فيه مرتب شهري للعضو؟ طبعا
طبعا حضرتك بتعملي العضويه وبتستفادي ان انت ما بتجيبي حاجاتك او بتجيبي حاجات صحابك، بتقدري تستفادي بالنقاط، النقاط دي بتديكي هدايا. لو كمان طبعا بعلمك ازاي تدخلي اعضاء، في بيبقى اجهزه على الاعضاء دي بتستفادي بيها، غير المرتبات غير الشيكات، وكل ما بتطلعي مستوى كل ما بتاخدي مرتب اكبر وشيكات اكبر. ميزه وعيب العضويه المجانيه. ميزه الميزه ايه؟ انه ما شاء الله بتلاقي ناس كتير داخله، وفي منهم ناس بيبقوا جادين، بس العيب ان انت ممكن تلاقي اي حد بيدخل يسجل بياناته، لو عضو يعني لو بنت لسه عندها 15 سنه، ناس مش في دماغها اصلا، بتقول انا سجلت وخلاص. فده لا، يعني انا مش بحب، يعني انا بحب العضويه تبقى ب 45 جنيه، عشان بيبقى اللي داخل فعلا وقتها جد عاوز يعمل حاجه، مش ان انا عضويه ببلاش ادخل اكني بلعب وخلاص. والضرر على ده ايه يا رشا؟ الضرر على ايه؟ ان احنا بنعمل اعلانات بالافات زي ما قلت لك، فاللي بيدخل يسجل هو بيدفعنا فلوس على الفاضي. فعشان كده ببقى قايله في الاعلان بتاعي، لو جد سجلي وعايزه تتعلمي ونساعدك وندربك هنعلمك، لكن لو انت مش عايزه ده يبقى خلاص ما تسجليش. لا انا بقول هو طبعا كلامك مفيد جدا، بس انا عايزه نقطه ان انا مثلا واحده جيت عملت معاكي عضويه مجانيه، اوكي تمام، وركنتها، تمام، اخدت منها احتياجاتي وركنتها، حبيت ان انا اشتغل فيما بعد، هقدر استفاد منها ولا مش هيبقى ليها لازمه؟ لا عادي، لو انت حبيتي يعني سجلتي وركنتيها شويه وجيتي حابه تستفادي ببيزنس اوريفليم، عادي جدا بتقدري تدخلي وبنعلمك كل حاجه، يعني موضوع مفتوح. يعني انا ممكن اشتغل كده مع نفسي؟ طبعا عادي. عادي جدا. طيب بالنسبه لك انت كشخص جوه الشركه وما شاء الله ما شاء الله الاعضاء بتاعتك، دايما اي حد بيكون بادئ شغل محتاج ان عارفه زي ما قلنا في الاول الطاقه الايجابيه والزقه الاولى دي، انت برنامجك ايه مع اعضائك؟ انت قلتيها من شويه بس انا حباكي تفسري عشان خاطر المشاهدين، زي ما قلنا لازم نديهم طاقه ايجابيه، لازم البنات والسيدات يكون عندهم عزيمه شويه. طبعا بصي، اي عضو ببقى داخل زي البيبي، انا داخله من كذا سنه كنت معرفش معلومه عن اوريفليم، كنت داخله ان انا اجرب الشغل، فاي عضو ببقى داخل عندي هو داخل زي البيبي الصغير، بتبقي عايزه تفهميه تعلميه، انا وانتي قدراتك واحده، انا وانتي قدراتنا واحده، بس الفكره في واحد مش عارف ان هو عنده القدرات دي انه يقدر يطلعها، فانا بساعدها ان انتي عندك قدرات طلعي قدراتك، عشان هي ما بتبدا تشتغل وتوصل لاول خطوه بتبقى عايزه تاخد الخطوه الثانيه والثالثه بسرعه عشان توصل للمرتبات الكبيره، فانا دوري ان انا احسسها باول وصول هي وصلت له، ان انا اساعدها بده. وطبعا بعمل تدريبات، بعمل اجتماعات، في جروبات على الواتساب، في جروبات على الماسنجر، كلنا فريق واحد، هدفنا نساعد بعض، مش بس ان احنا نطلع وخلاص، ببقى لازم على الاقل كل شخص عندي في الشجره يبقى طالع مستوى جديد وقابض مستوى كل شهر على المستوى بتاعه. كستي بيت، شايفه ان الشغلانه دي انسب ولا لما تنزلي وتشتغلي ويكون ليكي راتب بقى اللي هو الثابت والحاجات دي؟ لا طبعا البيت، انا جربت شغل بره. شوفي ايا كان هتاخدي كام هيصرف بره على اللبس وعلى المواصلات وهتسيبي ولادك، فانت في بيتك معززه مكرمه وسط ولادك، بتشتغلي في الوقت اللي انت عايزاه، ففعليا دي اكتر الحاجات اللي مريحاني في شغلي في اوريفليم، بتعامل مع ناس انا حابه اتعامل معاهم، معايا ناس دكاتره مهندسين، معايا من كل المجالات، فتحسي ان يعني احنا بنبقى جروب واحد، اللي محتاج اي مساعده من حد بيلاقيها، فدي حاجه مريحاني. طيب عفوا ليه شركه اوريفليم؟ ليه مثلا مش ما شبه منها؟ اتعرض عليا شركات كتير جدا، بس لما قعدت عرضت المميزات قدامي ما لقيتش شركه بتقدر العضو كده، ما لقيتش شركه بتدي هدايا كده، اجهزه كده، شيكات كده، في شركه بتدي عربيات للاعضاء، مفيش شركه بتسفر بره مصر للاعضاء، فانت لما تيجي تختاري شركه اختاري الشركه دي هتعمل لك ايه، لان انت هتشتغلي وهتتعبي وهتدي، فشغلك وتعبك ده قصاده نتيجه ولا مش قصاده؟ فعشان كده حبيت الشغل ده، لانه حسيته بيدي كتير للعضو اللي بيجتهد. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ طب انا الحمد لله في شغلي، طب انا عايزك اشتغل معاكي، اعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ انت كل اللي عليكي ان انت طبعا بتسجلي عضويه ببياناتك، اسم العنوان، رقم تليفون، ورقم البطاقه، وعشان الناس اللي بتقلق من رقم البطاقه تقدري جدا تدخلي على جوجل وتشوفي ايه البيانات المطلوبه لشغل اوريفليم. لان لا استني بجد، يعني انا مثلا ممكن ان انا مثلا كموظفه ممكن يناسبني ان انا اشتغل ده واشتغل ده؟ يعني الشركه مش مهلكه في شغلها خالص؟ لا، لانه انا عندي ناس شغاله في مستشفى ودكتوره وشغاله معايا ناس مهندسين
اصل كلنا بنمسك الموبايل، يعني كلنا لو ورانا ايه الموبايل في ايدينا. طب وقت ما انا ماسكه الموبايل ده انا اقدر اشتغل ويبقى عندي اعضاء بساعدها وبعلمها، وانت بتعلمي الناس دي هم بيفهموا الشغل وبيتعلموا من نفسهم، فانت بس الفكره في البدايه بيبقى محتاجه منك مجهود شويه. طيب البنات اللي هي قاعده بتتفرج علينا دلوقتي والسيدات، تقولي لهم ايه عشان خاطر نحاول معاهم ونكون قدرنا ان احنا نقدم لهم كل حاجه قدامهم وهم اللي في ايدهم الاختيار، يا اما يدخلوا ويكملوا او يبداوا، مش شرط شغلانه حضرتك، ولكن يكون عندهم عزيمه واصرار على العمل وعلى تحقيق اهدافهم. طبعا اي شغل انت حباه هتقدري توصلي منه لاحسن نتيجه تقدري توصلي لها. انت هتعيشي مره واحده بس، تعيشي محققه احلامك مبسوطه، ولا تبقي قاعده كده وبص على الناس هما بيحققوا احلامهم ويجي بعدين تقولي يا ريتني؟ فانا مش حابه كده. فعشان كده بقول لاي حد نفسه يوصل، قوم اطلع من منطقه الراحه بتاعتك، لانه طول ما انت قاعد في منطقه الراحه عمرك ما هتتغير، ما هتتطور، ما هتحس ان انت يعني قاعد في منطقه يعني الراحه، يعني منطقه الراحه دي مش بتطلع منك امكانياتك. فقوم شوف امكانياتك قدراتك، هتلاقي نفسك واحد احسن بكتير من اللي انت فيه دلوقتي. امبارح وانا نوينا ان احنا نطلع بحلقتنا النهارده، ناس شافوا صورتك وعرفوا سبب الموضوع او عنوان الموضوع بتاعي، قالوا لي يا مها طب ما هي صغيره في السن يعني تقدر ان هي تشتغل الشغلانه دي، انت شايفه ده ظلم للشركه او ظلم للناس نفسهم؟ محدش فاهم ان هو مش قصه ان انا عشان احقق حلمي لازم يبقى سني صغير او كبير خالص. اللي عاوز يعمل حاجه بيعملها. انا الاولى على اوريفليم مصر عندها فوق الحاجه و60 سنه ما شاء الله، فعندنا ناس شغاله عندها حاجه و40 حاجه و50، دول بقى لهم 20 سنه في اوريفليم. فاي حد يقدر يعمل حاجه يقدر يعملها، مفيش حاجه هتوقف حد، مش السن، هي الدماغ وطريقه التفكير بس. انا لو اتصلت بيكي دلوقتي وقلت لك انا عايزه اكون معاكم بس مش فاهمه اي حاجه عن الشغل، مش عن الشركه، عن الشغل، تمام؟ طبعا بكلمك، بفهمك، بمشي معاكي خطوه خطوه، لان اوريدي انا بعمل اعلانات وبيكلمني مئات البنات كل يوم. بفهمها بالراحه، بتديني البيانات، لو هي خلاص قالت لي انا عايزه ابتدي واشتغل معاكي بنبتدي، بسجلها العضويه، بديلها الكود بتاعها، ببدا ادخلها في الجروبات، ببدا افهمها ازاي سيستم اوريفليم تقدر تدخل عليه، موقع الشركه، ببدا اعلمها كل حاجه تخص الشغل عشان تقدر تبتدي، بعلمها ازاي تعمل جروب، بدخلها على كل حاجه تخص الشغل بتاعي عشان تبقى فاهمه. امتى تعرفي ان العضوه دي عايزه تشتغل وعايزه تكمل وعايزه تحقق حلمها؟ لما بشوفها بتسال كتير، يعني لما بشوفها بتسال كتير يبقى البنت دي عاوزه تعمل حاجه. لكن مثلا بنت داخله بقالها فتره وواقفه مكانها ما بتتحركش، طب ايه؟ طب الظروف، طب ما ظروف غيرك سامحه، طب ما تحاولي اكتر. والمشكله ان هي ما تكونش عملت اصلا اي حاجه، يعني لكون عملت جروب، ما تكونش سوقت المنتجات، ما تكونش كلمت حد عن اوريفليم ان هي تدخله عضويه، فقاعده مكانها وبتقول الظروف يعني. فلا، يبقى دي فعلا مش عايزه تعمل حاجه، واللي اتحركت وعفرت وسعت هي اللي وصلت. فاسعى يا عبد وانا اسعى معاك، هي مش اكتر من كده. صح. طيب انت شايفه ان منتجات اوريفليم طبعا هي معروفه، تمام، ومش هقول نص مشاهدينا، لا تقريبا كل مشاهدينا عارفين ايه هي شركه اوريفليم. اوكي. منتجات اوريفليم تدي الثقه للاعضاء قبل العميل ان هو يخش يشتغل فيها وهو عارف ان اللي هيجي ياخد منه المنتج هيرجع له تاني؟ طبعا طبعا. كفايه ان المنتجات منتجات طبيعيه، انا جبت قبل اوريفليم منتجات ممكن ما ادتنيش النتيجه اللي اوريفليم ادتهاني، ويعني مش بجد مش عشان شغاله في اوريفليم، انت ممكن تكوني شغاله في شركه بس مش تقدري تتكلمي عن الثقه اللي انا بتكلم بيها دي لو المنتجات فعليا فيها حاجه. فانا بستخدم سكين كير من اوريفليم، بستخدم ميك اب من اوريفليم، كل حاجتي من اوريفليم، وعندي ناس ممكن يكونوا بيستخدموا ماركات اجنبيه يعني اغلب الافات يعني فعليا جابت معاهم نتائج مش كويسه، وبعدين جربوا اوريفليم ما عادوش بيستغنوا عنها. فالمنتجات طبيعيه، دكاتره هم اللي عاملينها، منتجات بتعالج الكلف والتصبغات والحبوب، يعني حاجات بتعالج البشره، مش بس ان انت بتحطي ميك اب بتجيبي منها ميك اب بس، كل حاجه موجوده في اوريفليم، كريمه قدم، كريمه ايد، اكسسوارات، شنط، كل حاجه هتلاقيها موجوده عندنا. طيب انا دلوقتي كعضو ببقى دايما بسأل نفسي انا لما اجي اشتغل فيها، وبعد ما اطمنت من كلامك عن منتجاتها وعن المستويات وعن اخدت الدفعه الاولى دي، عندي حته ان انا طيب انا لو عايز اعرف احسب المستويات ازاي، او مش المستويات، النقاط.
معلش هي تمام. انا بس عايزاكي توضحيها عشان في ناس كتير تقول لك ايه، طب انا لو بعت مثلا منتج النقاط بتاعته بتتحسب ازاي؟ هل هيبقى نقاط واجي اخر الشهر اخد هديه، ولا هيبقى فلوس، ولا وضحي لنا الحته دي. تمام. هو اول حاجه العضو بتديها ان هو بيعمل اوردر ب 100 نقطه، 100 نقطه دول يعني اوردر ب 950 جنيه. في بارفان ممكن يعمل 50 نقطه، ممكن روج ممكن يعمل 15 نقطه، ممكن كحل يعمل 20. فهي انت ممكن اصلا بال 100 نقطه دول تعملي مثلا 6 7 منتجات. ف اوردر 100 نقطه هو ده اللي بيبقى بس ملزوم من الشخص ان هو يعمله، بيعمل اوردر ب 950 جنيه، وبتاخدي قصاده بقى برفان من اوريفليم بيبقى سعره اصلا في الكتالوج 600 جنيه، انت بتاخديه ب 45 جنيه. ما شاء الله معايا اعضاء جديده داخله الشهر ده، مش بس عملت ال 100 نقطه، عملت 200 و300 و400. فالفكره ان بقول للعضو يلا ابتدي، وانت هتشوف نفسك مطلع كتير قوي منك ان شاء الله باذن الله. عايزه اقول لك بجد بجد انا مبسوطه من حلقه زي كده، ان احنا حاولنا على قد ما نقدر ندي طاقه ايجابيه ان هم يقوموا ويشتغلوا. اخر سؤال عشان خاطر للاسف حلقتي على وشك الانتهاء، الشغلانه دي تنفع سيدات ورجاله؟ هي تنفع سيدات ورجاله، وفي رجاله في اوريفليم من الاوائل كمان فيها، بس انا بتعامل مع سيدات فقط او بنات فقط عشان اقدر اتواصل معاهم بشكل جدي، واتساب تليفونات، ابقى بحريتي اكتر. فانا تواصلي معايا ببقى سيدات او بنات بس. طيب يعني انا اتمنى ان انت ما تبخليش على حد من مشاهدينا، وانا عارفه ان انت مش هتبخلي على حد من مشاهدينا، لان انت انسانه جميله قوي بجد، وروحك حلوه وشرفتيني يا رشا. وان شاء الله اتمنى باذن الله ان حلقتنا النهارده تكوني سبب لبنات وسيدات ما كانوش لاقيين طوق النجاه، ولكن طوق النجاه طبعا طوق النجاه في ايد ربنا اولا، ولكن في دايما اسباب على الارض. في ناس بتديك الطاقة الإيجابية، في ناس عايزاكوا تشتغلوا، فيد واستفيد. مش معنى كده ان احنا طالعين نقول لكم تعالوا مثلا اعملوا عضوية مع رشا عشان رشا بس اللي هتستفاد، لا انتوا هتستفادوا قبل رشا طبعا. اتمنى ما تبخليش على حد بالسؤال يا رشا. لا طبعا. لا يا ارقامك على الشاشة. تمام. ان شاء الله بأمر الله بأمر الله كل مشاهدينا اللي حابب يتواصل معاكي هيتواصل من خلال رقم التليفون، وعندكم برضو اسم الصفحه لو حابين تتواصلوا معاها. شرفتيني يا رشا. ميرسي يا مها. شكرا. للاسف مشاهديني حلقتي خلصت، بس قبل ما احب قبل ما اختم حلقتي احب اشكر كل متابعين برنامج كلمه في وصفه، واحب اطمنهم واحب اطمن متابعين حلقه سياده المستشار عماد محمد الديب عماد محمد نجيب. ان شاء الله بامر الله كل الاستفسارات اللي بعتوها لنا على صفحه البرنامج هيرد عليها بكره ان شاء الله بامر الله. هيكون معانا الساعه 5 المستشار القانوني عماد محمد نجيب. انتظرونا غدا، والى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله.